تصعيد تركي جديد يعيد التوتر إلى شرق المتوسط، تصعيد يقابله تنديد يوناني وتأهب عسكري وإخطار بحري مضاد. أنقرة أصدرت إنذارا بحريا جديدا لإجراء عمليات مسح بحري في مياه المتوسط، كما مددت للمرة الثالثة مهمة سفينة التنقيب أوروتش رئيس في مياه المتوسط حتى 4 نوفمبر المقبل. أمام هذا التصعيد اليونان نددت وأصدرت إخطارا بحريا مضادا للإخطار التركي، واعتبرت الخارجية اليونانية أن أنقرة تتجاهل تماما القواعد الأساسية للقانون الدولي وتواصل سلوكها الاستفزازي. وقالت الخارجية في بيان إن أنقرة تتصرف كدولة منبوذة تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتأجيج التوتر، وأن تركيا تتجه نحو العثمانية الجديدة.